الجمعية العمومية تطلب فتح باب الترشيح للانتخابات لاتحاد كرة القدم يوم 20 أكتوبر القادم. إذا لو صحت هذه الأمور يوم 20 أكتوبر القادم من الممكن جدا أن احنا يكون عندنا اتحاد كرة منتخب أو فتح باب الترشيح بعدها بخمس أيام، بناء على الكلام اللي مكتوب أن بعدها بخمس أيام. يا رب إن شاء الله ده يحصل، لأن كل ده مطلوب تعديله في اللائحة. قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم وضع بند في اللائحة الجديدة يتضمن أنه بمجرد اعتماد اللائحة من جانب الجمعية العمومية للاتحاد في العمومية الطارئة، يتم الدعوة لانتخابات الجبلية وفتح باب الترشح لمجلس الإدارة خلال خمسة أيام دون انتظار لرد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يعني أنه فتح باب الترشيح لاتحاد الجبلية بحد أقصى 20 أكتوبر الجاري. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. اتحاد كرة القدم أيضا بيقول ان القيد الصيفي ينتهي 7 اكتوبر ولا نية للمد. امبارح واول الحقيقه كان هناك بعض الاخبار بتقول انه من الممكن جدا ان اتحاد كره القدم يمد القيد الصيفي لما بعد 7 اكتوبر، ولكن نفى الاتحاد هذا الامر.